البطالة هدفنا الأساسي هو خفض معدلات البطالة وجعلها في الحدود الآمنة كما هي بقية المجتمعات. البطالة لا يمكن تصفيرها، حقيقة يعلمها كل باحث. هناك تدفقات، أشار الأخ سلمان عبد النبي سلمان الآن إلى أن تدفقات كبيرة تأتي من قطاع الجامعيين، مخرجات التعليم بشكل مستمر. الشركات بعضها يقفل، بعضها ينجح، بعضها يخفض، بعضها يزيد. في حراك في السوق في كل مجتمعات الدنيا يجعل من البطالة داء، مثل ما سميته، فعلا داء. ويجب أن نوجه كل جهودنا لمعالجة هذا الداء وجعل البطالة في معدلها المنخفض.